تهانينا والناموس. تحية متجددة مشاهدينا الأعزاء مستمعينا الأفاضل بتجدد انطلاقاتنا وتحدياتنا من عاصمة ميادين السباقات ميدان الوثبة. شوط الختام ينطلق بحفظ من الله وتوفيق يحمل منافسات الحول المهجنات الأصايل من فئة الإنتاج. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. نبدأ وأسير مباشرة إلى أمجاد اللي على المركز الأول لمكتوم بن سعيد بن منانة الكتبي من يأتي على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط، بينما النغلة التالية إلى المركز الثاني. هنا الحضور والتواجد على المركز الثاني في هذه اللحظات من الوارية لمحمد بن سويد بن قشمان المنصوري. أنتقل إلى المركز الثالث وأتحول هناك إلى ربشة اللي على المركز الثالث في هذه اللحظات بانطلاقة وتميز جميل لسلطان بخلف خادم الرميثي، بينما المركز الرابع الهائلة وصلت الهائلة بالمركز الرابع. يقدم لنا الهائلة العثة بالخزاع بالعثة العامري، بينما المركز الخامس وصلت فيه الشاهنية عبد الله بن حميد بن حارب الشامسي، بينما المركز الخامس هنا وانطلاقة هذه الاندفاع على المركز السادس من المتحدة لأحمد بن محمد بن سعيد العضيلي العامري، كذلك سحابة قادمة على سابع المراكز خادم بن عيسى بن سعيد المنصوري، وثامن المراكز ايضا المنطلقه في هذه اللحظات العسيمه القادمه لسالم بن سليم بن خصوان العامري، بينما تاسع المراكز هنا مع انطلاقه راهيه احمد بالخزاع بالهركي العامري، وعاشرا مع الطيره لمحمد بن صالح بن عبد الله بن حبتور العامري. هكذا النتيجه والنداء للمراكز العشرة الأولى المتقدمة في تحديات هذه المنافسة والانطلاق الجميل بانطلاقة وتحديات هذه الأسماء الجميلة. أعود إلى المركز الأول إلى أمجاد، إلى تلك الأمجاد التي تتقدم على صدارة هذا الشوط، يقدمها مكتوم بن سعيد بن منانة الاكتبي بقيادة خميس بن سعيد الزرعي من يتابعها بعملية التضمير والتدريب مع انطلاقة هذا الاندفاع الكبير والانفراد المتميز. انتقل وتحول إلى المركز الثاني إلى صبرة اللي على المركز الثاني حمد بن محمد بن فيد بن بيشان العجمي يأتي مع المركز الثاني. انتقل وتحول بالمركز الثالث لأجد الحضور من الوارية القادمة لمحمد بن سويد بن قشمان المنصوري، بينما المركز الرابع الهائلة وصلت بشعار العثة بالخزع للعثة العامري يأتي مع المركز الرابع، بينما خامسا الطيرة الواصلة على المركز الخامس لمحمد بن صالح بن عبد الله بن حبتور العامري يتواجد هنا على المركز الخامس في هذه الاندفاع، بينما سادس المراكز هنا العسيمة الواصلة لسالم بن سليم بخصوان العامري ياتي مع المركز السادس، بينما المركز السابع ربشة القادمة بشعار سلطان بخلف
بن خادم الرميثياتي هنا على المركز السابع بينما ثامن المراكز المتحدة الواصلة بشعار أحمد بن محمد بن سعيد بن عضيلي العامري تاسع المراكز راهية الواصلة بشعار أحمد بن خزع بن هرقي العامري وعاشر المراكز زعزع مبارك مبارك بن مطر بن ضاعن المنصوري. هكذا هي النتيجة، هكذا هو النداء، هكذا هي المنافسة ما بين هذه الشعارات الكبيرة في شوط الختام، اختتامية هذا الصباح واختتام أسبوع الكبار هنا بمنافسة هذه التحديات الجميلة من عاصمة الميادين من ميدان الوثبة بانطلاقات تحديات الأصايل وانطلاقاتها. لكني بعود إلى المركز الأول إلى الصبرة اللي غيرت إلى المركز الأول حمد بن محمد بن فهيد دنبيشان العجمي يؤكد هذا الحضور والانطلاق الجميل من خلال هذه المنافسة والتحديات الجميلة بهذه الانطلاقة وبهذا التحدي الكبير هنا مع المركز الأول ومع الصدارة الأولى ومع مقدمة الشوط حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي، بينما أمجاد بالمركز الثاني أمجاد لسعيد اللي مكتوب بن سعيد بن منانه الكتبي يأتي مع المركز الثاني يتقدم بتقدم أمجاد وتحركاتها الكبيرة، بينما أنتقل إلى المركز الثالث وأتحول هنا بهذه الانطلاقة الكبيرة مع اندفاعة المركز الثالث وصلت العسيمة وتقدم التالي سالم بن سليم بن خصوان العامري مؤكدا لهذا الحضور الجميل مؤكدا لهذا الأداء الكبير، بينما الوارية التي تصل لمحمد بن سويد بن قشمان كذلك التحديات الكبيرة كذلك المنافسات الرائعة هنا مع انطلاقة زعزعة القادمة بشعار من بارك بن مطن بارك بن مطر بن ضاعن المنصوري. يتحرك المنصوري والكل يتحرك من أجل الفوز من أجل الانتصار من أجل الفوز من أجل هذه التحديات الجميلة والانطلاقات الرائعة. هنا منافسة كبيرة، هنا منافسة كبيرة يشهدها هذا الميدان. الله 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 الله، بدأت المنافسة ووصلنا جسر العبور وعبرت الأسماء من هذا الانطلاق وبدأت هنا تحديات الأصايل في منافساتها وتحدياتها الجميلة مع الانطلاق الكبير مع التحدي المثير مع المنافسة المتميزة ما شاء الله. إذن أعود إلى المركز الأول، أعود إلى الصدارة، أعود إلى المركز الأول. هنا بن بيشان، هنا بن بيشان يبش للمركز الأول يقدم لنا صبرة 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 صبرة. هو على المركز الأول حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي، لكن بن منانه قادما بأمجاد متقدما بأمجاد. هذا الشعار الذي يتحرك بهذه اللحظات مكتوب بن سعيد بن منانه الاكتبياتي على المركز الثاني يتقدم بالمرتبة الثانية. فهنا حضور جميل هنا من زعزعة القادمة لمبارك بن مطر بن ضاعن المنصوري. يتحرك بن ضاعن هنا في هذه المنافسة من اللي وصل من اللي وصل، وصلت الشاهنية وصلت الشاهنية. هنا عبد الله بن حميد بن حارب الشامسي يأتي هنا على المركز الثالث في هذه اللحظات، ورابعا هنا القدوم من الجانب الآخر كذلك وصول متميز وصول من حدث سهيل بن سالم بن سهيل الخيلي. يتقدم الخيلي في هذه الاندفاع وهذه الانطلاقة الكبيرة من خلال هذا التواجد وحضور هذه الأسماء أو التحديات الممتازة هنا مع الاندفاع الكبير والانطلاق المثير. وهنا كالمركز الأول الله 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 غير الخيلي، حدث 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 هنا على المركز الأول.
حدث على الصدارة الأولى. 1500 متر هو المتبقي من نهاية هذا الشوط، وسهيل بن سالم بن سهيل الأخيلي يقدم عروضه وشعاره، يقدم أداءه، يقدم تميزه، بينما الشاهنية بالمركز الثاني عبد الله بن حميد بن حارب الشامسي، وثالثا الوصول من أمجاد مكتوم بن سعيد بن منانة الاكتبي يقدم لنا أمجاد بالمركز الثالث، ورابعا صبرة حمد بن محمد بن فهيد العجمي. وكذلك شوف القدوم، شوف تابع الوصول هنا من شخصية مبارك بن راشد بن علي الشامسي، وصل بالمفتاح، وصل بالمفتاح، يتحرك هنا مع الاندفاع الكبير والمثير. اشتدت المنافسة وبدأ التحدي هنا مع الانطلاق الكبير، مع الانطلاق المثير. هنا انطلاقة حدث مع المركز الأول سهيل بن سالم بن سهيل الخيلي، ينطلق بهذا الأداء الكبير. المركز الثاني شخصية مبارك بن راشد العلي الشامسي، وتحركت أمجاد مكتوم بن سعيد بن منانة الاكتبي يتحرك أيضا على المركز الثاني في هذه اللحظات. أمجاد وحدث وأمجاد، والقادمة أرلوهانية في المركز الثالث محمد بن سويد بن قشمان المنصوري، لكن أمجاد تستلم المقدمة والمركز الأول مكتوم بن سعيد بن منانة، لكن المنصوري الخيالي والشامسي قادم. اللحظات المثيرة ما بين الشامسي ما بين المنصوري بالمفتاح بن قشمان هنا مع ايضا الخيلي مع اللحظات الاخيره، مع حدث سهيل بن سالم سهيل الخيلي، ولكن المنصوري بن قشمان هنا اللحظات المثيره. يا سلام الخيلي الشامسي والخيلي واللحظات الأخيرة هنا مع الدخول الجماعي الأخير مع الاندفاع الكبير. إذا متابعين الكرام، مستمعين الأفاضل، تهانينا والناموس لمالك حدث سهيل بن سالم بن سهيل الخيلي على هذا الفوز والانتصار الجميل، بينما المركز الثاني وصلت هنا مع شخصية مبارك بن راشد العلي الشامسي. المركز الثالث وصلت الوارية محمد بن سيف بن قشمان المنصوري. المركز الرابع مع اندفاعتي غزل سهيل بن غانم بن حميد النعيمي، والمركز الخامس كانت ربشة لسلطان بن خلف بن خادم الرميثية. إذا متابعينا الكرام، نعود بالتوقيت الزمني، المركز الأول، عطنا المركز الأول يا مخرجنا، طاف علينا المركز الأول هناك مع المركز الأول، كانت أيضا توقيتها الزمني، عطنا المركز الأول يا مخرجنا هنا بهذا الأداء الجميل. وفي الإعادة إفادة يا حسين السيد، هنا تابع توقيت المراكز الأولى مع الاندفاع الكبير. إذن المركز الأول كما ذكرنا هي أيضا حدث لسهيل بن سالم بن سهيل الخيلي، وكان توقيتها الزمني 12 دقيقة 51 ثانية وستة أجزاء من الثانية. تهانينا على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني شخصية مبارك بن راشد العلي الشامسي، التوقيت الزمني 12 دقيقة 51 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث الوارية لمحمد بن سويد بن قشمان المنصوري، 12 دقيقة 51 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية، هو توقيت المركز الثالث. تهانينا والناموس. المركز